السلام عليكم الشباب، مرحبا بكم في فيديو جديد. بالنسبه للفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي غير نعطيكم واحد البشره، انه بالنسبه للناس كاملين اللي بغاو يدفعوا للمنح، يعني ممكن انهم يبداو من اليوم، لان اليوم هو 1 مارس، يمكن لهم انهم يرسلوا ديال الاوراق ديالهم عبر الايميل، وان شاء الله نبداو يعني عمليه ديال الدفع ديال الملفات ان شاء الله للشباب كاملين. يعني اي واحد يعني بغى مهتم، يعني انه خاصه الان بالنسبه للصين، يعني ممكن انه يرسل لي الاوراق عبر الايميل. بالنسبه للايميل ان شاء الله غادي تلقاوه في صندوق الوصف، وغادي نخليه ان شاء الله تاهو هنا في الفيديو تاهو مكتوب. الا ما لقيتيش في الفيديو ولا ما بانش لك، يعني تقدر تمشي غير لصندوق الوصف تلقى الانستغرام ديالي، وغتلقى الايميل فاش تصيفط لي ان شاء الله الاوراق، وغتلقى حتى لائحه ديال الاوراق ان شاء الله تلقاها كامله موجوده في صندوق الوصف اللي كنا ديجا درنا عليها الفيديو. وبالنسبه للتخصصات، التخصصات تقريبا كامله موجوده، يعني جميع التخصصات، سواء بالنسبه للدراري اللي باغيين يديروا التكوين المهني، او بالنسبه للطلبه اللي باغيين يديروا الاجازه او الماجستير او الدكتوراه. بالنسبه حتى للناس اللي باغيين يديروا يعني البوست دوك، يعني ما بعد الدكتوراه، حتى هي راه موجوده ان شاء الله، يقدروا يتواصلوا معايا. يعني كان عندك اي سؤال ولا او اي استفسار تقدر تخليه ليا غير في التعليق ان شاء الله ونجاوبك عليه. بالنسبه للمنح، يعني بقيه التفاصيل ان شاء الله نتكلموا عليها غير في الخاص. يعني الاوراق ان شاء الله تكون واجده، ارسلها لي في الايميل ونتواصل معك ان شاء الله. كنشكركم بزاف على يعني الدعم ديالكم للقناه، وعلى جميع الرسائل اللي كانت وصلت بها او التعليقات، كنشكركم بزاف. وكانت عندكم يعني اي حاجه بغيتوا يعني ندير عليها فيديو، او لا اي يعني اي حاجه يعني متعلقه يعني سواء بالدراسه او العمل، ان شاء الله نديروا عليها فيديو. اما بالنسبه للناس اللي يعني كيشتغلوا هنا في الصين، يعني بالنسبه للخدمه راه مازال ما بداتش، يعني بالنسبه للناس سواء يعني اللي كيديروا التيتشين او لا، يعني المختلف يعني انواع ديال الخدمه، فالاغلبيه الان يعني مازال ما بداوش. وهذا نفس الشيء ينطبق حتى على سميتو على اليابان. في اليابان الان يعني توقف الدراسه تقريبا من هذا الاسبوع هذا لمده اسبوعين، سواء بالنسبه للدراري الصغار او لا بالنسبه للابتدائي الاعدادي الثانوي، يعني كل شيء تقريبا غادي توقف مع المرض ديال الكورونا ان شاء الله، غير تحسن شويه الوضعيه. هو كما كتشوفوا في الصين بدات كتحسن بزاف الوضعيه الان، تقريبا يعني بداو كيسيطروا بواحد النسبه كبيره بزاف على المرض. يعني بالنسبه للناس اللي غادي يجيو يعني بالنسبه لسبتمبر 100% ما غاديش يكون هذا المشكل، هذا تقريبا غادي يكون يعني ديباسا، يعني حسب التقديرات الان يعني تقريبا في شهر ابريل شهر ماي تقريبا غادي تكون يعني ترجع الاوضاع كيف ما هي. وانا متاكد 100% غادي تكون يعني احسن من قبل، يعني كنعرف يعني الكفاءة ديال هاد الدولة هادي، وكنعرف الكفاءة ديال الناس اللي كاينين في هاد الدولة هادي، فهم يعني كيف ما كنقولوا يعني كبوة ديال الفرس، يعني حاجة اللي هي عادية اللي كتوقع يعني في الحياة. الخيب هو اننا نبقاو ديما يعني طايحين. وان شاء الله مرحبا بكم كاملين، اي واحد يعني بغى اي استفسار ولا اي حاجة او لا اي توجيه مرحبا به. شيء ثاني، كيف ما شفت انا في القناة، يعني كنت عطيتكم استفتاء اشنو بغيتوا يعني الحوايج اللي ندير عليهم فيديو، يعني الاغلبيه كيطالب مني انني ندير حتى فيديوهات على المنح ديال الدول اخرى. ان شاء الله غادي نبدا نتكلم على منح ديال دول اخرى ان شاء الله، ديال ماليزيا، اندونيسيا، تايلاند، نيوزيلاند، امريكا، كندا. حاجه اخرى اللي جديده انه كاين بعض المنح ديال كندا حتى هي تقريبا غادي تكون عندي ان شاء الله. يعني كاينين بزاف ديال المنح من غير كوريا، من غير اليابان، من غير يعني الصين، يعني حتى بالنسبه للدراري اللي كيبغيو يمشيو لكندا حتى هي ان شاء الله، وبالنسبه لنيوزيلاند. المهم في هادشي كامل ان شاء الله يكون عندك غير دوسي مزيان، دوسي مقاد، وان شاء الله نتواصلوا، وما غادي يكون غير الخير ان شاء الله. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنساش بارطاجي الفيديو مع الاصدقاء ديالك، سواء في الواتساب، سواء في الفيسبوك، سواء مع الجروب ديال يعني الشباب اللي كيقراو معاك في القسم. وموعدنا ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.